هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم اهلا وسهلا. مقابله كما كان متوقع باش تكون مقابله صعيبه، سورتو جات بعد دو ماتش حطينا فيهم برشا طاقه، بركان في بركان وضد الجيش. ثالث مقابله على التوالي، كنا جايين بفكر واحد هو الانتصار ولا غير الانتصار. شفناه في لونطان دي ماتش، شفناه في الدوميناسيون، شفناه في البوسيون دو لاباج، شفناه في سورتو لي سيتياسيون اللي جاونا في الميتان الاول. نقول لي كانوا ضيعنا نقطتين سورتو على مستوى الشوط الاولاني اللي كنا مطالبين باش ناخذوا الاسبقيه على مستوى 1-0 وبعد يولي ماتش اخر. دوزيام ميتان كيف كيف مع ان ادفرسير اختار اللي كانوا يستنانا، اختار يسكر الملف الكل ويعمل دي كونتر. كنا مطالبين باش نحلوا البلوك هذاك برشا صبر وبرشا برشا ريتم. ما زغليناش البلارتي كما يلزم، الوضعيات اللي جاتنا ما عرفناش كيفاش نزغلوهم، سيرتو بعد البريسينغ اللي حطينا فيه فور كبير، وكوقتها كنا مطالبين باش نتعداو في التحولات واكثر افيكاسيتي. سي لو سانكيام ماتش، رجع عمل كتر فيكتوار وماتش نول، كنا نتمناو باش نعملوا 5-5. الاولاد ما قصروش، كل ما عندهم من طاقه حطوه، اجتهدوا، اجراءوا، عملوا الماكسيموم تاعهم، لكن التوفيق ما كانش. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.